أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة. ضيفي لهذه الحلقة الشاعر الأردني سعيد يعقوب، تابع حوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة، ولكن بعد أن نتابع فقرات البرنامج التي نبدأها بجولة في رحاب القصيد. جنة العدل إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. في جنة العدل فيما يعلم البشر، ما مر مثلك في التاريخ يا عمر، ما طار من خبر في العدل نسمعه إلا وحط على أعتابك الخبر. حزت الفضائل بل جاوزت غايتها، حزت الفضائل بل جاوزت غايتها، لكن عدلك في جوزائها القمر. يا بعض غرس رسول الله في دمنا، يا بعض غرس رسول الله في دمنا، مولاي طبت وطاب الغرس والثمر. نفح من الطيب لو مرت مواكبه على القلوب، تغنى نبضها العطر. ما زال ذكرك وحيا في قصائدنا، نزهو ونأسى ونبكي حين نعتذر. غابت خطاك فضل العدل وجهته، غابت خطاك فضل العدل وجهته، واستوحش الدرب مذ أودى بك القدر. من لليتامى، من لليتامى وجوع المسلمين، ومن تاه حيارى، ومن في الأرض قد قهروا. كانوا وقد كنت، إن تكسر خواطرهم ساروا إليك، يقينا أن ستنجبر. فأين أنت، فأين أنت لقد تاهت قوافلهم، ما للمكارم مذ غادرتهم أثر. ميراث عدلك لم يحفل به أحد، ميراث عدلك لم يحفل به أحد، أهل العروش بهم من ذكره ضجروا. إن قيل ذا عمر الفاروق أغضبهم، أن ما تزال ضياء ليس ينحسر. كم مر ذكرك نورا في غياهبهم، كم مر ذكرك نورا في غياهبهم، فازددت باسمك تعظيما وهم صغروا. يا من هتفت، يا من هتفت بأن والله لو عثرت، يا من هتفت بأن والله لو عثرت، إن الذين تولوا أمرنا عثروا. في كل صرخة مظلوم صدى ألم، في كل صرخة مظلوم صدى ألم. فارجع، عليك سلام الله يا عمر. بعد هذه الجولة في رحاب القصيد، الآن أدعوكم إلى جولة في رحاب الكتاب وفقرة هذا كتابي. طابت أوقاتكم بكل خير. أنا صفاء الحطاب، باحثة وكاتبة، أقدم روايات لفئة الشباب، أركز فيها على الحضارات القديمة، أحاول تقديم الجوانب المشرقة ولكن المهمشة من تلك الحضارات. أقدم لكم اليوم رواية صندوق صقلية. هذه الرواية تدور أحداثها في جزيرة صقلية وفي بعض المدن الأندلسية في أوج حضارتها وتقدمها. ويغيب عن ذهن الكثير من الشباب وعن بعض المناهج أن المسلمين حكموا جزيرة صقلية أكثر من 250 سنة، وكان لهم مساهمة في الإرث الحضاري الإنساني في تلك المنطقة. لا زال للآن يظهر بوضوح، ولكنه يحتاج لمن يراه ولمن يتحدث إليه ولمن يستنطقه، حتى يستطيع جيل هذه الأيام أن يتعرف إلى هويته بحق، وأن يعرف المساهمات الإنسانية الحضارية، الإرث الهائل الذي قدمه الأجداد لهذه الحضارة الإنسانية المستمرة. هذه الرواية تتحدث عن الإدريسي، العالم الإدريسي الذي وضع الأقاليم السبعة للعالم، والذي صنع أول كرة أرضية نراها الآن، نقتنيها ونشتريها ولا نعرف من الذي صنعها. صنعها من الفضة ووضع وصفاً للأقاليم في العالم، اعتمد عليه جيوش وملوك في احتلال وفي حتى في الرحلات والأسفار في العالم.
طبعا من خلال قصة مشوقة تدور أحداثها في أن الإدريسي يريد أن يحفظ كتابه من العبث، ينقله إلى ابن جبير أيضا العالم المسلم، وتدور مغامرات وأحداث. نرى في هذه الرواية دور المرأة المسلمة الأميرة فاطمة التي تساوي في حضورها وفي أثرها دور الرجل، وهذا أيضا من المهم التركيز عليه في الحضارة الإسلامية. الإسلام كرم المرأة وقدمها بصورة مشرقة وقدر دورها وفعاليتها، وهذا ما أرادت هذه الرواية أن تقدمه وأن تركز عليه. أحب أن أقرأ فقرة من هذه الرواية. الانتصار الحقيقي ليس بالحرب، إنما في الإرث الحضاري والعلمي المؤثر في مصير البشرية جمعاء. انظر حولك، أنت ملك تحكم مملكة بناها غيرك، وسيأتي بعدك حاكم آخر وآخر، ولن يستطيع أحد إنكار ما حققه أسلافه. إنه خط الزمن الذي يمتد دون انقطاع، والجاهل وحده من ينكر ذلك. إرث أجداد المسلمين في صقلية ظاهر للعيان في كل زاوية منها. قد تتمكن من طمس بعض معالم هذا الإرث، لكن هناك أثراً عميقاً لا يمكن لأحد محوه أو تغييره. شكراً لكم وأتمنى لكم قراءة ممتعة. الخط العربي فن جميل أبدع فيه الخطاطون وقدموا لنا نماذج جميلة كانت له مساحة طيبة في حلقة هذا اليوم. السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية أعزائي المشاهدين. الآن في عنا المتدربين ومحبي الخط مشكلة في الأدوات، يعني دائما أدوات الخط هي يعني الهاجس عند الخطاطين. الآن نتعرف على بعض الأدوات، يعني ممكن من يكون منها جاهز وممكن من يجهزه نحن بأنفسنا. عندنا القصب وهو أنواع، في عندنا اللي هو البامبو، وفي عندنا قصب مستورد الإندونيسي هندام، في عندنا أنواع قصب إيراني، أنواع من القصب كثيرة. ولكن الآن أنا ما حصلت القصب، الآن أنا في بعض مراحل يعني كنت يعني أكتب فيها فلا أجد مثلاً القصب. عندي أعواد الأكل الصينية، قمت بنحتها من الجهتين وإن شاء الله ننحت قصبة، نحتها من الجهتين وقطيتها بالمقط وكتبت فيها بكل أريحية وكانت كتابة جميلة. يعني هذه الأعواد الصينية تقط من الجهتين وتكتب بها بكل يعني إنسيابية وجمال. فهذه من إحدى الخيارات بالنسبة للمبتدئين أو من لا يجدون الأدوات. هذه مثلا بلاستيك أكريليك، نفس العملية استخدمت فيها. الآن هذه أيضا جزء من أي قطعة خشب واستخدمت، يعني فعاليتها تكمن في أنها يعني تشبه أو يعني تقترب من تفاصيل البامبو، وهو أصلا هو خشب يعني في النهاية. الآن هذا قلم عادي يباع في السوق، هو قلم حبر طبيعي، وهذا جزء صغير جدا من القصبة، يعني هو قطعة صغيرة من القصبة، بإمكاننا نحتها وإن شاء الله نأخذ يعني كيفية النحت ونضعها على هذا المقبض فتصبح قلم جميل أيضا أستطيع أن أكتب به أيضا بكل سلاسة، وهو قلم جميل لأنه أصله يعني أصله بامبو، يعني أصله القصب الذي أنا أريده، ونظافة في الكتابة يعني رائع صراحة. هذا خيار من الخيارات أيضا التي يمكن أن أعتمد فيها، وطبعا في السوق الآن موجود في الكثير من الأنواع من القصب. الآن كيفية نحت القصب، كيفية نحت القصب، أنا أحتاج إلى القصبة، أحتاج إلى كتر أو مشرط أو سكين يعني بأي نوع من الأنواع، وبكل بساطة أثبت القصبة في مكان معين ثم أبدأ على بعد إبهام يعني تقريبا 4 أو 5 سنتي
أفتح القصب اللي هي عملية الأولى، عملية فتح القصب. يعني طبعا إذا كانت نوعية القصب ممتازة، الآن هذا من النوعيات الممتازة فهو صلب جدا، نفتح إلى يعني هذه عملية الفتح. الآن إلى متى أقف؟ أقف في فتح القصبة إلى مرحلة شحمة القصبة، وهي الجزء الآخر من القصبة، الجزء المستقيم. يعني أن تكون القصبة وصلت إلى شحمتها، يعني أزلت الجوانب ومحيط القصبة أزلته، ثم وصلت إلى الجزء اللي هو يعني المستقيم، صارت هناك استقامة. الآن بعد ما أوصل لهذا هذه المرحلة أستطيع أن أقص عن طريق المقط هذا الجزء، يعني وهو يعني صراحة قوي وصلب هذه القصبة، يعني أحررها هذه القطعة فأصبح عندنا هذا الشكل. الآن أستمر في هي غيرت الأداة حتى يعني لا مشكلة في الأداة، المهم النتيجة. الآن وصلت إلى الشحمة، هذه تسمى شحمة القصبة. الآن عندما أصل لشحمة القصبة من الجنبين بتناظر يعني يكون هناك تناظر في القط، أحدد سماكة الكتابة أي القصبة. يعني أنا بدي 2 ميلي، بدي 1 ميلي، فأحددها عن طريق الجوانب. ثم بعد ذلك حددتها، الآن أقط بميل، الميل يعني عدة آراء فيه، وميل حسب الخط وميل حسب راحة اليد. أنا أعتقد أن راحة اليد هي الأساس في ذلك، يعني هناك زاوية للخط، ولكن الزاوية أيضا يتحكم فيها ميل الطاولة التي أمامك وراحة يدك. وهذه آخر خطوة، وهي هذه خطوة اللي هي القط النهائية، قط رأس القصبة، تحتاج إلى قوة وتسمع صوتها. الآن أصبحت جاهزة، نستطيع أن نستخدم صنفرة ورق الحف لأيضا تنعيم هذه يعني القصبة، وثم نجرب الكتابة بحاجة إلى تنعيم أيضا، ونعمها ثم أكتب. يعني هذه هي النتيجة. طبعا أنا ممكن أهتم بها أكثر وأعملها أكثر، وأنت كذلك تستطيع أن تعمل قصبتك بيدك، وهذا أفضل، لأن أنت تعرف يعني أنت كخطاط تعرف راحة يدك وتعرف ما هو الذي يناسبك. شكرا جزيلا. أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة. ضيفي لهذه الحلقة الشاعر الأردني سعيد يعقوب، فاسمحوا لي أن أرحب بضيفي. أهلا وسهلا بك أستاذ سعيد، ضيفا على فضاءات وعلى أهلا بك يا أستاذ محمد، وشكرا لك على هذه الاستضافة الطيبة الكريمة، وشكرا لقناة الرافدين الفضائية على دورها الثقافي المهم الذي تقوم به خدمة للمثقفين والأدباء والشعراء. حياك الله، وهذه شهادة نعتز بها من شاعر كبير. حياك الله أستاذ سعيد. يعني سلسلة طويلة من الإصدارات لك فاقت 30 ديوانا، من المجموعة الأخيرة من الدواوين أظن 4 دواوين صدرت العام الماضي وهذا العام. نعم، في يعني الربع الأخير من العام الماضي. جميل. من هذه الدواوين عنوان من مسافة الصفر، وهذا العنوان يحولنا إلى العدوان الصهيوني على غزة بعد عملية طوفان الأقصى في 7 من 1 أكتوبر
عام 2023 العام الماضي، حيث استعمل المقاومون الفلسطينيون هذه العبارة كثيرا، وهم يصفون مشاهد الالتحام المباشر مع جنود العدو للتعبير عن مسالتهم وإقدامهم. كيف وظفت هذه العبارة شعرا؟ نعم، ديوان من مسافة صفر جاء رصدا للأحداث التي وقعت في غزة جراء العدوان الصهيوني الهمجي على الآمنين من المدنيين والعزل، والذي فعل به ما لم يفعل على مر التاريخ. وبالتالي الشعراء الأمة جميعا كانوا على مقربة من الحدث وكتبوا شعرا كثيرا، وأنا كنت من جملة هؤلاء الشعراء، ورصدت في هذا الديوان قصائد أو أحداثا بهذه القصائد وهذه المقطعات الشعرية، وجمعتها في ديوان من مسافة صفر. هذا العنوان الذي أعتقد بأنه يعني موفق إلى حد بعيد، لأنه قريب من نفوس الناس، ويعبر بصدق عن المرحلة وعن الأداء المميز والنوعي للمقاومين الفلسطينيين. فهم اشتبكوا مع العدو من مسافة قريبة جدا، وكثر في الإعلام هذا الاستخدام لهذا المصطلح من مسافة صفر ليدلل على قرب المسافة ويدلل على الاشتباك من مكان قريب مع العدو. وانتشرت هذه العبارة في الإعلام وأصبحت على ألسنة الناس. والشاعر في نظري الموفق هو الذي يستطيع أن يأخذ من ألسنة الناس ويأخذ من ما هو قريب من قلوبهم وعقولهم وما يفكرون به وما ينشغلون به، حتى يصبح لهذا الديوان وهذه القصائد الموجودة فيه أثر طيب في نفوسهم، لأن الناس تبحث عما يهمهم وما يشغلهم وما يدور حولهم. ولذلك حمل الديوان هذا العنوان من مسافة صفر، وأعتقد بأنه كان عنوانا موفقا للتدليل على ما في هذا الديوان من مضامين شعرية. جميل، يعني من خلال متابعتنا المشهد الثقافي الأردني والعربي بشكل عام، إنجاز أن نطلق على ما يطرح الآن في المشهد الثقافي العربي من شعر ونثر نصرة للمقاومين الفلسطينيين في مواجهة هذا العدوان الصهيوني الغاشم. إنجاز لنا أن نسمي هذا أدب مقاومة. إلى أي مدى واكب هذا الفعل الثقافي، أو إنجاز كما قلنا نسميه أدب مقاومة، يعني إلى أي مدى واكب الفعل المقاوم، وإلى أي مدى آزر ما تقوم به البندقية الفلسطينية؟ في اعتقادي، وأنا يعني من المهتمين والمتابعين لما يدور شعرا على الأقل في المشهد الأردني والعربي، أستطيع أن أقول بملء الثقة بأن الشعراء قاموا بدور عظيم ومهم، ولم يخذلوا أمتهم من خلال الأشعار التي قالوها. كثير من الناس قد يستخف بالشعر ويقول ماذا يمكن أن يقدم الشعر. أنا أقول بأن الشعر أداة مهمة في صياغة الوجدان والعقل الكلي للناس والجمعي للأمة، وبالتالي هو الذي يحرض وهو الذي يثور وهو الذي ينير الطريق وهو الذي يمد المقاوم بالحماسة وبالعزيمة، وهو الذي يسلط الضوء على البطولات ويمجد الشهداء ويدعو إلى التمسك بالمقدسات والتشبث بالأرض والصمود عليها. فالشعر له دور كبير، بل يكاد يكون هو الأداة يعني الأداة الأدبية أو الثقافية الأكثر تأثيرا، لأن القصائد تتحول إلى أغاني وتتحول إلى أناشيد وأهازيج على ألسنة الناس وألسنة المقاومين. الحقيقة أنه كنت قد أصدرت في عام 2014 ديوان بعنوان غزة تنتصر، عندما وقع الاعتداء على قطاع غزة في ذلك العام، في عام 2014 نعم، وبعنوان غزة انتصر، فلي تجربة سابقة مع هذا الأمر. واليوم أصدرت في العدوان الأخير هذا أصدرت ديوان يحمل عنوان
من مسافة صفر. نعم جميل. ويعني فقط أريد أن أقول أن الشعراء واكبوا بشكل رائع نعم هذا الأمر وهذا الحدث الجلل، وقد تلمست ذلك من خلال إصداري أنا والدكتور صلاح جرار الذي نوجه له التحية، ديوان رباعيات جنين. نعم. ثم عقبه سوف نتحدث ديوان عن هذه الإنجازات المشتركة وديوان نعم. ضربة القرن. جميل جميل. نعم. سنتحدث عن هذه الإنجازات المشتركة. ديوان آخر هو ظلال الهاجرة. ظلال نعم. الهاجرة يعني أخذ طابعا ربما يختلف عن الشعر الثوري أو الوطني. نعم. أخذ يغلب عليه الذي صدر أيضا على العام الماضي. نعم. يغلب عليه طابع الحكمة. هل تريد أن تصبح حكيما؟ والإنسان يعني لا يصبح حكيما نعم. إذا لم يكن يعني هذا الأمر موجودا في تكوينه وفي نعم. جوهره، ولكن الإنسان يكتسب مع الأيام والخبرة والتجربة كثيرا من الحكمة. والشاعر في الأصل يفترض به والمطلوب منه أن يكون أو أن يقدم عصارة هذه التجارب في أشعار، فربما يعني وهذا ليس جديدا على الشعر والشعراء، فكثير ما نجد لدى الشعراء خلاصة تجاربهم من الحكمة وما يعني عرفوه أو خبروه في هذه الدنيا فصاغوه شعرا. هذا الشعر قد يكون شعر حكمة، ولكن الحقيقة أنه ديوان ظلال الهاجرة الصادر في عام 2023 عن وزارة الثقافة وبدعمها لم يقتصر على لون واحد من ألوان الشعر، وإنما يعني وقعت قصائده في دوائر ثلاث كبرى هي الوجدان والوطن والأحداث القومية والوطنية والرثاء للأعلام من أصدقائي الذين رحلوا عن هذه وفيها قصائد طبعا مدح الرسول صلى الله عليه وسلم وآل بيته أيضا والشعر نعم. الديني ولذلك كان متنوع نعم كان متنوع. اشتعال الندى أيضا من ضمن هذه الدواوين الأربع التي تحدثنا عن نعم. إصدارها في الفترة نعم. الأخيرة أيضا صدر عام 2023 توا قصائد متنوعة نعم يعني هو تماما يشبه ظلال الهاجرة من حيث المواضيع التي طرقها يعني فيها ما نعم. هو مجداني وما هو وطني وما نعم. يصب أيضا في الحكمة يعني هنا بس فقط عفوا. نريد أن نقول بأن المتلقي أو كثير من المتلقين يبحثون عن التنوع نعم. يعني حتى ترضي ذائقة جميع القراء والمتلقين يفضل أن يكون الديوان غير مخصص في موضوع ما، لأن قد تجد أشخاصا لا يحبون هذا اللون من الشيء، ولكن عندما تنوع يجد كل شخص بغيته نعم. في هذا الديوان. جميل. هذا الديوان طبعا أيضا تنوع في قصائده كما قلنا، فيه ما هو وجداني وما هو وطني وما هو أيضا يصف الحكمة، وكان الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا نعم. العام الماضي في السادس من شباط في العام الماضي نعم. يعني نصيب كبير يعني صحيح. هنا سؤال، هل يجب على الشاعر أن يكتب في كل شيء؟ الحقيقة يجب أن نفرق بين أمرين نعم. أو بين مستويين من مستويات الشعراء نعم. هناك نوع من الشعراء نعم. أوتي حظا قليلا من الموهبة نعم. ومن الكفاءة الشعرية والثقافة، ويقابله أيضا نوع من الشعراء اتسعت ثقافته نعم. وانفتحت حواسه على مصراعيها أمام الأحداث التي تدور نعم. وتكون موهبته عميقة وتفاعله مع الأحداث كبير، ولذلك بعض النقاد يقول بأن الشاعر الكبير هو الشاعر الذي لا يعبر فقط عن ذاته نعم. ويتحوصل حول هذه الذات ويتقوقع فقط حول مشاعره وعواطفه، وإنما الشاعر الكبير هو الذي يتخذ من الشعر وسيلة للتعبير عن الآخرين نعم. وهموم الأمة وآمالها وآلامها، ويتفاعل مع الأحداث التي تقع فيها. وربما يكون هذا التفاعل الكثيف مع الأحداث التي تدور من حولنا نعم. هو أحد أهم أسباب
كثرت دواويني وكثرت شعري كما قلت، فهي قد بلغت 33 ديوانا. جميل. قصيدة في اليوم. هذا الديوان هي أرض العروبة. حقيقة لفت انتباهي أنك كأنك ترد على شخص يغيظك في التشكيك في وفائك للعروبة وانتمائك لهذه الأمة، وكنت ترد عليه بحدة. يعني هل هو هناك فعلا خصم مزايد، أم أنك يعني تحاول صناعة الإثارة عبر الإيحاء بوجود خصم؟ أحيانا بعض الشعراء بعض الكتاب يحاول أن يصنع خصما له حتى يثير اهتمام المتلقي. هل فعلا هناك خصم يشكك في عروبتك؟ كثيرا من القصص لإيصال رسائل نعم يريدها هو. الحقيقة أنه ليس هناك شخص بعينه، ولكن موجودة هذه النماذج في المجتمع. والحقيقة أنني من وراء هذه القصيدة أردت أن أوضح نفسي وأن أتحدث عن هذه النفس. ربما يكون هذا الأمر أمرا خياليا، ولكن هذا الخيال سمح لي أن أقدم نفسي بوضوح وأكشف عن حقيقة نفسي، بأنني رجل نشأ في أسرة تكبر قيمة الوحدة العربية، ونشأ أفرادها على حب الأمة العربية والسعي إلى أن تستعيد مجدها الغابر وأن تستعيد المكانة الحقيقية التي تليق بها كونها صاحبة رسالة خالدة، رسالة الإسلام العظيمة، صاحبة الحضارة. ونحن نفرق بين المدنية والحضارة. ما نجده اليوم في أوروبا هذه مدنية زائلة، لا يملكون الحضارة التي نملكها نحن كمسلمين وكعرب. نحن أصحاب القيم والمبادئ والأخلاق الرفيعة. وبالتالي أنا نشأت في هذه الأسرة وفي هذه البيئة على حب الأمة العربية. جميل. والقومية العربية. نعم. وأشعر بألمي ومعاناة كل إنسان عربي يعاني، وأتألم وأحلم مع هذا الإنسان العربي البسيط في أي رقعة من رقاع الأقطار العربية بأن نكون أفضل في وضع أفضل، في مستوى أحسن، نستحق الكرامة، نستحق الحياة الفضلة. جميل. وأنك في ختام القصيدة يعني رهنت نقاء الانتماء للعروبة بالانتماء للإسلام. لا شك أنه لا فصل بين الإسلام والعروبة. العرب هم مادة الإسلام الأولى، والقرآن الكريم نزل بلغتهم، والرسول محمد صلى الله عليه وسلم هو من صميم العرب. نعم. ولذلك لا فصل بين من يفصل بين. جميل. ديوان آخر هو ضربة القرن. نعم. وهذا العنوان يحيلنا إلى صفقة القرن. تمام. وبعض الساخرين من هذا المصطلح سماها صفعة القرن. صحيح. أنتم الآن يعني ديوان مشترك أنت والشاعرنا الكبير صلاح جرار. نعم. يعني اشتركتما في هذا العمل مناصفة. صحيح. أخذ عنوان ضربة القرن. هو طبعا كما قلت يحيلنا إلى صفقة القرن، وأيضا هو يأخذ مادته في الثبات وال من العملية الكبرى التي قام بها المقاومة الفلسطيني، وهو طوفان الأقصى. نعم. يعني استبدال صفقة القرن بضربة القرن، كأني بكما تسخران من أصحاب الصفقة بتمجيد أبطال عملية طوفان الأقصى التي كانت هي الصفعة المفزعة لهم. فكيف جاءت فكرة هذا العمل المتناصف؟ حقيقة الأمر أنني لم أنفصل في يوم من الأيام عن الأحداث الكبرى التي تقع في الوطن العربي، في مدن، في أقطار الوطن العربي عموما. فكيف وأنا ابن قضية وأنا ابن وطن وأنا ابن أمة حدث فيها ما لم يحدث في التاريخ المعاصر على الأقل، وهو هذه العملية النوعية والبطولية التي وقعت في شهر تشرين، في السابع من تشرين. هذه العملية استثارت كل شاعريتي واستثارت كل طاقاتي، وقمت بالتقاط كل إشارة تحدث في العدوان الهمجي البربري على قطاع غزة. وكان من بين هذه الالتقاطات عبارة ذكرها على لسانه الناطق باسم
المقاومة. نعم. أبو عبيدة، وهذه اللفظة قال فيها ضربة القرن، ونحن أخذنا هذه العبارة لأننا شعرنا بأن هذه العملية هي ضربة القرن التي جاءت ردا على صفقة القرن. معذرة نسألكم بعد الفاصل. معذرة نسأل معذرة. فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. ضيفي لهذه الحلقة الشاعر الأردني سعيد يعقوب، فاسمحوا لي أن أرحب بضيفي. أعوذ لك أستاذ سعيد. أهلا. كنا نتحدث عن ضربة القرن. نعم. قلت أنه أبو عبيدة ذكر. نعم ذكر هذه اللفظة. نعم. وهذه اللفظة وقعت موقع الاستحسان. نعم. في نفوس الناس لأنهم رأوا بأم أعينهم مصداقا لهذا. نعم. لهذه الجملة على أرض الواقع. نعم. فما حدث سواء من حيث العملية أو من حيث المقاومة فيما بعد العدوان على قطاع غزة شكل ضربة القرن، وهذا ما لم يحدث في تاريخ العرب المعاصر. وأنت تعلم بأن الأمة العربية تعرضت إلى سلسلة من الهزائم ودول منيت بالخسارة، أما أن تكون المقاومة على هذا الحجم من التحدي وهذا المستوى الرفيع من الأداء المتقدم في المقاومة، فهذا يعني أنهم وجهوا ضربة القرن فعلا ليس فقط لأصحاب صفقة القرن. نعم. التي ترمي إلى تصفية القضية الفلسطينية، وإنما وجهوا إلى إسرائيل ضربة قاسية لم تتعرض لها من قبل. نعم. هذا الديوان هو حلقة في سلسلة دواوين سبقته. نعم. كديوان من مسافة صفر، والديوان المشترك الذي أشرفنا عليه أنا ومعالي الدكتور صلاح جرار، رباعيات جنين وطوفان الأقصى. نعم. فاقترحنا على أنفسنا أنا. نعم. والدكتور أن نقوم بنشر قصائد لم تنشر في ديواني من مسافة صفر، فتكون لدي بعد نشر هذا الديوان مجموعة من القصائد، وكان للدكتور أيضا مجموعة من القصائد، فاتفقنا على أن نصدر ديوانا مشتركا نتناصفه نحن الاثنين، وكان فعلا مناصفة في قصائد، كانت الجزء الأول للدكتور صلاح. نعم كان الجزء الأول للدكتور صلاح المقدم. نعم. أول قصيدة. نعم. في قصائد الدكتور تحمل عنوان ضربة القرن، والنصف الثاني لي، وكانت أول قصيدة تحمل عنوان ضربة القرن. جميل. يعني كان يعني مقسم إلى قسمين، القسم الأول للشاعر الدكتور صلاح جرار. نعم. والقسم الثاني. نعم. ولكن يعني حتى ننصف يعني كاتب مقدمة هذا الديوان وهو الأستاذ الدكتور خالد الفهد المياس الذي. نعم. نوجه له تحية، فقد أنصف الديوان في كتابة مقدمته، وأنصف يعني الشاعرين والقصائد التي وردت في هذا الديوان. نعم. ضربة القرن من خلال المقدمة التي كتبها. نعم. لكم أكثر من إنجاز أنت وصلاح جرار، أكثر من إنجاز في هذا المجال، ديوان رباعيات جنين، ديوان طوفان الأقصى، يعني كانت لمجموعة من الشعراء. ضربة القرن. نعم. ضربة القرن هذا. نعم. أنا أتحدث. نعم. عنه أنه في ديوان رباعيات رباعيات جنين وديوان طوفان الأقصى كانت مجموعة من الشعراء. صحيح. يعني كان هناك مجموعة من الشعراء العرب شاركوا بقصائدهم. صحيح. هذا الديوان فقط مناصفة بينك وبين الدكتور صلاح. الدكتور صلاح. نعم. لماذا خرجتم عن هذا العرف؟ لماذا لم تشركوا أيضا شعراء عرب في هذا؟ أنا والدكتور صلاح بذلنا جهودا حقيقة جبارة. نعم. وقوية أو كبيرة في اتجاه نشر ديوان رباعيات جنين الذي شارك به ما يقارب من 125 شاعرا وشاعرة. نعم. من أقطار الوطن العربي، والديوان الآخر طوفان الأقصى. الأقصى. نعم. الذي كتب مقدمته أيضا الدكتور عماد الضمور. نعم. ونوجه له تحية، شارك به 200
و33 أو 33 شاعرا من الأقطار الوطن العربي. نعم. ونحن شعرنا بأننا قدمنا مع الآخرين جهدا كبيرا، وآن لنا أن نلتفت إلى أنفسنا فنخصها بديوان خاص نصدره، نعزز من إيماننا بقضية طوفان الأقصى ورباعيات جنين وقضية المقاومة، وأن نسندها بهذا الديوان الخاص بنا. نعم. فكما فعلنا مع الآخرين وقدمنا لهم شيئا من جهدنا، كذلك وجدنا أن من حق أنفسنا على أنفسنا أن نخصها بديوان مشترك. والحقيقة أنه شرف كبير لي أن أتشارك مع الدكتور صلاح جرار في ديوان ضربة القرن، لأنك كما تعلم بأن الدكتور صلاح رجل شاعر وأديب ومثقف وأستاذ أكاديمي، ويعني هو يعتبر مرجعية في الأدب الأندلسي. طبعا هو رجل قامة كبيرة. نعم. أن تصعد إلى مثل هذا المقام العالي للدكتور صلاح جرار وأن تقف معه على أرضية واحدة، فهذا في اعتقادي إنجاز كبير. جميل جميل. نعم. لفت انتباهي في الدواوين المشتركة أنكم تشيرون في بداية كل قصيدة إلى اسم البحر الذي نظمت عليه. نعم. فما الغاية من ذلك؟ يعني هناك أكثر من هدف يتحقق بذكر البحر الشعري على القصيدة. أولا القارئ عندما يقرأ القصيدة يعلم. نعم. إن كان ضعيفا في العروض أو لا يعرف العروض، يعرف بأن النغمة هذه هي نغمة البحر الفلاني. إذا كان القارئ شاعرا أو إذا كان شاعرا أو يعني يلم بالعروض، فيستطيع أن يدرك مباشرة أن هذه القصيدة على هذه النغمة التي يعني رسالة تعليمية هي؟ الهدف التعليمي هدف آخر. نعم. الآن في البداية وأنا كشاعر عندما أقرأ ديوانا خاصة للقدماء علي اسم. نعم. القصيدة البحر الشعري يوفر علي وقت وجود في البحث عن اسم هذا البحر واستحضار نغمته. نعم. لأن النغمة أو الوزن للبحر الشعري يعين في ضبط كلمات القصيدة. نعم. ويجنب القارئ اللبس والخلط. نعم. فبالتالي هو يذهب وهو مسلح بهذه النغمة أو الوزن فيقرأ القصيدة بشكل جيد وبشكل صحيح. نعم. ثم هناك أمر آخر يعني توخيناه، وهو أن بعض الدارسين للعروض. نعم. الذين يبحثون عن نماذج لتقطيعها عروضيا. نعم. أو لتعليمها للتلاميذ، فيسهل عليهم الرجوع إلى هذا الديوان وأخذ مقطوعة منه تدلل على البحر الفلاني، وبالتالي يسهل تعليمها والوصول إليها أثناء تدريس. من كان صاحب العرض المقترح بأن يكتب اسم البحر الشعري؟ يعني الحقيقة أنه يعني لا, لا, لا أريد أن أقول أنا لأنني أخشى أن الدكتور كان أيضا له، ولكن هي رغبة مشتركة. نعم. يعني وإن كنت أنا أميل دائما في مثل هذه الأعمال المشتركة تحديدا. أيه. إلى ذكر البحر الشعري. نعم. ربما وهي رغبة مشتركة بالتأكيد. مهنة. وعندما ربما عندما طرحت على الدكتور يعني كان مرحبا ومستجيبا له، ويعني أنا قلت ربما لأنكم مارستم مهنة التعليم فتبقى رسالة التعليم. لا شك. لا شك. نعم. مهنة. نعم. الشخص دائما تؤثر في سلوكه. نعم. وطرق تفكيره. نعم. جميل. بحوث محكمة ورسائل ماجستير ودكتوراه كتبت في تجربتك الشعرية، فماذا يشكل عندك هذا؟ حقيقة الأمر أنه عندما يذهب الباحث. نعم. سواء كان يريد ترقية في السلم الوظيفي في الجامعة. نعم. كدكتور يعني أستاذ مشارك أستاذ مساعد أستاذ مشارك وبروفيسور يحتاج إلى أبحاث، وبالتالي هو عندما يجد ميدانا لم يطرق من قبل يتحمس للكتابة فيه. نعم. أكثر من المواضيع أو الميادين التي أشبعت بحثا. نعم. فلا يزال شعري يشكل من هذه الزاوية نقطة مهمة بالنسبة للباحثين أنها لم تدرس كما يجب أو لم تستوفي حقها في الدراسة. نعم. فيتشجع الأساتذة الباحثون على تناولها. حقيقة الأمر هذا يخدم الشاعر بشكل كبير، هذا مؤشر على
أهمية شعره. فلولا هذه الأهمية لما كتبت هذه الأبحاث المحكمة التي تخضع للجان من الأساتذة الكبار في الجامعات المشرفين على إجازة مثل هذه البحوث، فهذا مؤشر على أهمية الشاعر والشعر. نعم. وأيضا هو يساهم في نشره بين، لأنك تعلم بأن المجلات المتخصصة العالمية، نعم، المجلات الجامعية المتخصصة التي تنشر الأبحاث المحكمة، هذه قراؤها من طبقة المختصين. نعم. من الباحثين، فبالتالي يساهم في التعريف بك كشاعر. نعم. تشكل بصمة ويعرف بك لبقية الباحثين. نعم. فيتناولونك جميل. البحث والدراسة. أيهما أحب إلى نفسك، أنك تصدر ديوانا شعريا أم تصدر بحقك دراسة نقدية؟ بالمؤكد يعني أنه صدور كتاب عنك أو رسالة ماجستير أو دكتوراه أهم بكثير من أن تصدر ديوانا. يعني أنت إذا كنت صاحب دواوين شعرية، نعم، لست بحاجة إلى مزيد من النشر للدواوين، وأنت إنما أنت بحاجة إلى من يشير إلى إبداعك ويتفحصه. نعم. ويحلله وينشر. نعم. ويشير إلى مواطن الجمال فيه. نعم. بالضبط، وهو يسهم في نشرك يعني. جميل. أنت كتبت مقدمات لكتب كثيرة في غالبها دواوين شعر موزون، لا سيما النمط العمودي. صحيح. من الشعر العربي. صحيح. وأنت متشدد في الدفاع عن هذا. صحيح. النمط الشعري، ولفت انتباهي واندهاجي أنك قبل فترة قدمت. صحيح. لكتاب يقع ضمن تصنيف ما يسمى قصائد النثر، فوصفت مؤلفة الكتاب بأنها شاعرة شفة حسها ورق طبعها ونضج وعيها واتسع خيالها. نعم. بماذا نفهم هذا المسار الجديد؟ هل هو يعني هو انقلاب في المنهج أم مسايرة؟ أنا لا أسميه يعني مسارا أو انعطافا. الأمر يتعلق بأنني قدمت أكثر من 30 ديوانا شعريا لشعراء من مختلف أقطار الوطن العربي، من السودان، من لبنان، من اليمن، من غيرها، من العراق ومن الأردن، شعراء وشواعر. والحقيقة أنهم كلهم كانوا من يكتبون الشعر ذي النمط العمودي. نعم. وأنا كوني أكتب هذا النمط فكانوا يأنسون بالطلب مني أن ألبي رغبتهم في كتابة مقدماتهم. وهؤلاء يشعرون بأن الشاعر أقرب إلى الشاعر من الناقد الأكاديمي. نعم. الرصين الذي درس النقد في الجامعة والمتخصص في النقد، لأنهم يشعرون أن الشاعر يفهم النص الشعري. نعم. أكثر من غيره من الأشخاص. نعم. وبالتالي هم يشعرون بأن شيئا من العطف. نعم. قد يقع عليهم واللين. نعم. عند تناول نصوصهم، لأن هذا شاعر يشبههم تبعا. وفوجئت بأن الشاعرة في لومين نصار طلبت مني أن أكتب لها مقدمة ديوان بعنوان وشوشها تحت سقف الروح. نعم. عندما طلبت مني الشاعرة هذا الأمر قلت لها أنني مختص في الشعر العمودي. نعم. ولا أكتب يعني شعرا مقدمات لقصيدة النثر، ولكن شعرت بأن لديها رغبة عارمة فكتبت هذه المقدمة. وهذه المقدمة لا تعني بأنني تخليت عن الشعر العمودي، ولكن أنا كنت في هذه المقدمة صاحبة نظرة موضوعية. نعم. نظرت تقول في إلى تناولت الموضوع. نعم. في موضوع آخر تقول وسواء أظل اسمها قصيدة نثر أو. نعم. بقي اسمها نثيرة، فهو لون جديد في الكتابة العربية في صورتها الحالية. صحيح. حدث بمنطق التطور الطبيعي وقانون الحياة وسيرورتها. يعني الآن هل هي أفهم إنه هذا إنه هي دعوة لإعادة النظر في الموافق في المواقف السابقة تجاه هذا الجنس الأدبي الجديد الذي هو. نعم. موضع يعني حتى أنا إشكالية إلى حد هذه اللحظة. نعم. حتى لا أبعد هذه الجزئية من السياق العام للمقدمة قلت بأن قصيدة النثر هي موجودة على أرض الواقع. نعم. ولها جذور في. نعم. التاريخ
العربي ليست وافدة وليست غريبة. وقلت أيضا بأن قصيدة النثر المرذول منها أو المجتنب منها أو المدان منها هو ما يذهب باتجاه العبثية والمجانية والعدمية. نعم. يعني نجد قصائد نثر لا تحمل رسائل بعكس ما وجدته لدى الشاعرة. والشعر يعني إذا ذهبنا بعيدا في الزمان نعم. لا يمكن أن يكون قد ولد ناضجا. يعني على القصيدة العمودية لم تبدأ بالصورة التي نقرأها في الشعر الجاهلي. مؤكد هناك مراحل سبقت. نعم. هذه المراحل بالمؤكد أنها لم تكن تهتم بقضية الوزن والقافية وكثير من محددات الشعر التي ثبت عليها لاحقا منذ العصر الجاهلي. يعني جميل. ولذلك قلت بأن هذه القصائد يعني موجودة على أرض الواقع. نعم. علينا أن نتعاطى معها. ولكن قصدك النصوص؟ هذه النصوص موجودة. أنت تسميها قصائد الآن؟ يكتبوا. لم يكن هذا موقفك يعني السابق. أنا قلت حتى أكون أكثر دقة قلت في المقدمة يعني بأن كنت الشعر كنت أحد سيفا يعني ربما العمر والخبرة والثقافة. نعم. أيضا تحدث شيء تعطي مرونة. تعطي من المرونة. ولكن حتى أكون يعني دقيقة لأن هذه مسألة مهمة. قلت بأن قصيدة النثر تقع في دوائر ثلاث. يعني هناك نعم. قصيدة فجة ساذجة. نعم. مباشرة. نعم. وهذا النوع يعني مرفوض. وهناك قصيدة تقع في المنطقة الوسطى. نعم. وهي التي نريدها التي تتحقق فيها كثير من شروط قصيدة النثر. والدائرة الثالثة التي ليس فيها أي مجانية أي رسالة كلها. نعم. مجانية وكلها عبثية وعدمية لا تحيل إلى شيء ولا نفهم منها شيء. وخارج دائرة حتى الشاعر نفسه. خارج دائرة حتى الشاعر نفسه لا. نعم. يفهم قصيدته. نعم. يعني هو نفسه. جميل. حتى لا يدركنا الوقت. نعم. أستاذ سعيد أنت من خلال طلعك يعني طلعت على تجارب كثيرة من خلال التقديمات التي قدمتها لكتب. نعم. ودواوين شعراء يعني لا سيما الشباب طلعت على كثير من التجارب الشعرية كما قلنا لا سيما الشباب منهم بماذا تنصحهم؟ الحقيقة أنه يعني قبل ما أوجه مجموعة نصائح للشباب أريد فقط استدراكا لما كنا نتحدث حوله أن أضيف ملحوظة وهي. نعم. أن الشعر أو قصيدة النثر أصبحت كما قلنا موجودة على أرض الواقع ولها قراؤها ولا نستطيع أن نمنع أحد من أن يكتب. نعم. أي شيء. ولكننا يجب أن لا نندفع باتجاه التصفيق والتشجيع. نعم. للنصوص الرديئة والتي لا تمتلك مقومات الشعر يعني الشعر. نعم. وأضفت نقطة مهمة في المقدمة قلت أن الشعر لا يقف عند مقولة أو تعريف الشعر قول موزون مقفى. جميل. خلينا في يعني النصيحة التي يعني كثير من الشعر. نعم. الموزون المقفى وأنت. نعم. تعلم ذلك أستاذ محمد وهو ليس وهو مج لا يقرأ. نعم. في كثير من الرداء ولا يترك بصمة في ذاكرة المتلقين. ولو أضاف صاحب. نعم. هذا التعريف كلمة فني. نعم. على التعريف لربما يعني هو قول شعري فني. فني. نعم. القصد به أن يأتي بإبداع وأن يتناول. ما النصيحة التي تقدمها من جانب الفني تقدمها للشعراء مجموعة من النصائح يعني بحكم تجربتي الطويلة في ميدان الشعر يعني أنا كتبت الشعر وأصدرت أول ديوان شعر وأنا في 18 من عمري. نعم. ومتابع جيد للشباب ومتابع. نعم. الحقيقة أنه المشهد الشعري في الوطن العربي بشكل عام هو مطمئن ويدعو إلى التفاؤل والثقة. نعم. وعندما نقرأ نصوص لكثير من الشباب اليوم خاصة النموذج العمودي نجد بأن هؤلاء الشباب قد نقلوه نقلة نوعية من الجمود والتكلس إلى بث الحياة فيه من خلال هذه الصور من خلال هذه المجموعة أو المنظومة. نعم. من الأسس والقواعد التي يجب أن تتوفر في القصيدة العمودية مثل الاستعارات والتشابيه والخيال والصور والانزياحات وغير ذلك. لكن أنا يعني أريد أن أقول للشباب لا تتعجلوا عملية النشر في الدواوين. يعني يعني لا يكن همك الأول وإصدار ديوان. جميل. إذن النصيحة الأكبر هي عدم التسرع والقراءة الدائمة. جميل. والقراءة جميل. المستمرة. شكرا لك. شكرا لك. الشاعر الكبير سعيد يعقوب
على هذا الحوار الممتع. شكرا. واسمح لي أن أشكرك يا أستاذ محمد على هذه الاستضافة الطيبة، واسمح لي أن أتوجه بالشكر لكل العاملين معك في هذا البرنامج، برنامج فضاءات الذي يتابعه المثقفون على امتداد مساحة الوطن العربي والعالم. وأشكر أيضا قناة الرافدين الفضائية التي تعي دورها وتؤدي رسالتها بحق في خدمة المشهد الثقافي العربي. شكرا لك مرة أخرى. شكرا لك. شكرا لك أعزائي المشاهدين، أشكر لكم حسن المتابعة، حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى، أستودعكم الله والسلام عليكم.